السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك المهندس تامر فتاح من المنصورة مصر. اليوم هنشرح ازاي نصمم شعار شركة او العلامة التجارية الخاصة بالشركات او المؤسسات، او لو حد طلب منك تصميم شعار بالنسبة لموقع الكتروني او ماركة معينة زي ما احنا شايفين. أولا في أساسيات في تصميم الشعار، ودايما لازم ناخد بالنا منها. في ناس أو في شركات بتحتاج إن الشعار بتاعها يبقى لون واحد، وده بيلجأ ليه المصانع والمنتجات الزراعية شوية، عشان لما بيحب بينسخ أو يطبع لون واحد على التيشيرت أو الكرتونة وما شابهه، أو اتنين لون. ففي شركات بتطلب اتنين لون، وفي شركات بتطلب واحد لون، وفي ناس بتطلب تلاتة لون حسب رغبة العميل نفسه. لو جينا بصينا للشعارات العالمية هنلاقيها واحد أو اتنين لون، لأنه هنا بيعتمد على إن هو بيعمل ختم بتاعه أو العلامة التجارية بتاعته على كل منتجاته، او يخليها ستانلس او يخليها سيلك سكرين حسب ما هو ايه ما هو عاوز. وطبعا يفضل دايما ان الشعار يكون اتنين لون او تلاتة لون كحد اقصى. لو ممكن ناخد اتنين لون بس ممكن نعمل فيه درجات اللون نفسه، كايه كدرجات اللون نفسه، دي رقم واحد. رقم اتنين، يفضل تصميم الشعار دائما على برنامج أدوب إليستريتور عشان يديني ايه فيكتورز نقط، عشان لما اجي افصل الوان ما يحصلش فيه اي مشاكل. دي نقطة مهمة جدا، ان انا يبقى عندي اللوجو بتاعي يبقى ايه صمم على أدوب إليستريتور وليس على الفوتوشوب. الفوتوشوب بيتعامل كبيكسل، وبالتالي مش هتقدر انت تفصله كويس. فالوقتي الشغل الاحترافي برسم على اللوجو بتاع الام على الاستليتور او الفري هاند او الكرول درو، وده اصبح الوقت كله بيشتغل على ادوب الاستليتور، لانه بيوظف ليك وظائف ممتازه جدا في درجات الالوان اللي انت عاوزها لادق حاجه. بالنسبه للالوان زي ما قلنا، انا باجي دلوقتي عاوز ارسم شعار، بعمل فايل نيو واسميه مثلا شعار، مثلا لوجو مثلا واسم الشركة مثلا. لو انا هعمل اكتر من بروفة ممكن اخليها على فايل A4 واحد، وابقى فيه كده واحد معايا في التصميم، او النهاردة هشرح ازاي اعمل واحد بس. وبختار دايما المساحات مثلا 10 سنتي في 6 سنتي مثلا، طبعا دي واحد لو انا هشتغل على فايل واحد، واعمل سيف او اوكي، ويبقى بالايه بالعرض المنظر ده. بعد ما بعمل اوكي طبعا بيبقى في عندي الفايل بتاعي بالمنظر ده. طبعا بعمل هنا زوم، بكبر الشاشة بتاعتي، يبقى في عندي قائمة اللير وقائمة الكالر عشان اظبط الواني كلها مع بعض. مع التطور الحديث دلوقتي أصبح في مواقع كتيرة جدا بتقدم لك سورسات فيكتورز عالية الجودة وغير مستهلكة، وتقدر أنت تجيبها وتفكها وتستغلها بعد كده. عندي مثلا ده كان موجود مثلا عندي، مثلا أنا في عندي مكتبة من الفيكتورز الكتيرة اللي بحتاجها في تصميمات، سواء كان خلفيات أو تصميمات مطبوعات أو شعارات. ببدأ اخد الفكرة واطورها واستحدثها لحاجة بتناسب الشعار بتاعه وتبقى حاجة فعلا حصرية وليس أس ولزق. الأس ولزق لما ناخد الحاجة هي نفسها قابسة زي دي مثلا، لكن انا عامة جيت لقيت هذا الشكل مثلا، فانا حبيت اطوره حسب نشاط العميل. دايما بفهم ايه هي طبيعة نشاط العميل، وايه هو العميل اللي طلبه في الشعار، والافكار اللي هو بيطلبها في الشعار عامله ازاي.
وإيه هو الألوان اللي هو عاوزها، وبناء عليه بعمل ليه عدة بروفات وأكتر من فكرة. اليوم هنشرح إزاي نعمل شعار وبالتالي بتطبقه على باقي الشعارات. في بعض المصممين بنسموهم مصممين الخط الحر، اللي هم دايما بيحبهم يرسموا بإيدهم، ده بيلجأ لأداة البين تول اللي احنا عارفينها دي مثلا، ويبدأ يرسم ويشكل في الأشكال بتاعته زي ما هو عاوز، ودي حرية المصمم وإبداعاته هنا بتختلف من واحد للتاني. دي نقطة. طيب ندخل بقى في الدرس. أنا جيت وأنت عامل مساحة عندي أو فتحت ملف عندي 10 سنتي في 6 سنتي، طبعا مهما كبرت أو صغرت في التصميم ما بيحصلوش أي حاجة. أنا دقيق جدا أخدته وعملته أنجروب أهوت، وشلت الحاجات اللي هي أنجروب برضه أهوت، شلت الحاجات دي طبعا قعدت بقى أشيل لحد ما حصلت على هذا الشكل اللي قدامي. فكرة الشعار بتاعنا هو تصميم شعار لشركة قلم مطلق شغالة أو متخصصة في كشف تسربات المياه والعزل الحراري والمائي في السعودية وخصوصا منطقة الرياض، بس هي بتخدم باقي المنطقة كلها. طبعا ده لما سألته قال لي هيتحط على الموقع بس، يعني مش هيتعمل بيه شغل طباعة أو مثلا سلك سكرين فصل ألوان أو يتحط المطبعات بس. أنا برضو حاليا جات لي فكرة إزاي بقى، يعني فكرة الشعار عندي هنا مبنية على أساس إن في موقع، إن هذه الشركة بتستخدم أجهزة تذبذبات وإرسال ذبذبات عشان تعرف مكان التسربات فين. فجات لي فكرة اللي هي الفكرة ديت أهيت، وديت الفكرة بتاعتنا اللي هي عبارة عن إن اللون البرتقالي بيرمز للعزل الحراري، واللون الأزرق بدرجاته للعزل المائي وتسربات المياه، ودي ترمز إلى اللي بنسميها الذبذبات أو الابتزازات اللي هي متخرجة من الأجهزة عشان تكشف الأماكن داخل السعودية. آدي أنا جبتها وقمت عملت لها أكشن اللي هو الإفكت بتاع الثري دي إفكت اللي هو ده، وبعد ما خلصتها أبدأ بقى أحط الفونت بتاعي وأبدأ أشتغل على الشغل بتاعي. طبعا دي طبعا انا عندي طبعا انا طبعا انا هغير الالوان بتاعه الشعار. دايما استخدم هنا تدريجات الالوان، فالادبل الستور بيديني هنا الالوان اهيت، بغير تدريجات الالوان ماشي، ودي مثلا ممكن اخليها مثلا اغمق سنه مثلا، ودي مثلا افتح سنه مثلا، ودي مثلا تاخد لون ازرق كمان. بده كله تدريجات المياه اللي بتدل على كشف تسربات المياه، وفي نفس الوقت اللي هي بنسميها دي. أبدأ أنا أعمل كده وأصغر الحجم شوية بالمنظر ده كده، وأديله أوباسيتي 60% أو 60% كويس، وبعدين أطلع قدام شوية كده مثلا، صغر شوية. وأدي له اوباسيتي 30%، ده معناه اللي هي بنسميها الذبذبات الأرضية، ودايما ده يكون ده دايما يكون الرينج باك. يبقى احنا كده ايه عملنا الشغل بتاعنا بالمثل. بعمله هنا مثلا اهوت، وبكرر عن طريق الت اهيت، وأظبط مسافاتي وأخلي كام كله أخليه 60%، وأخلي دايما الشغل دقيق في النسب بتاعة الشفافية أو نسب الألوان حسب ماني شغال، بحيث يبقى كله في السيمتري. دي نفس الكلام اهي، بحاول دايما أخلي شغلي دقيق شوية في حكاية، في نفس الوقت أستخدم السرعة لأن برضو أنا كل يهمني إن أطلع الشغل خفيف ومفيش فيه مشاكل. طبعا انا ممكن اقعد اجرب في الالوان
وأجرب في الأشكال لحد ما أوصل لفكرة أنا مقتنع بيها كمصمم، وفي نفس الوقت فكرة تجذب العميل. يعني مشكلة أي حاجة هي دايما الشعارات في جذب العميل. من الصعب إنك ترضي العميل من أول مرة، خصوصا بالذات الشعارات، لأن هو أكيد محتاج شعار مميز، شعار يعني بروفيشنال مفيش زيه، وده يبقى صعب جدا إرضاء العميل في الشعار. لكن المطبعات إلى حد كبير بتبقى العملية فيها سهلة إن شاء الله، وده إحنا هنشرحه إن شاء الله في الدروس اللي إن شاء الله على القناة بتاعتنا. طبعا دي 60% اهيت. هنا عملت الفكرة بتاعتي أحسن من هذه. طبعا دي كلها أفكار، بس بنحاول نشوف فكرة. فالفكرة هنا بتدي نوع من إن أنا أصلا مش حاسس بالشعار شوية، يعني إزاي يعني تدريجات الألوان دي كتير قوي مش حلوة. طب دي حلها إيه؟ يعني ممكن دي نخليها مثلا لأ، يبقى دي مثلا نخليها نفس اللون بتاعها مثلا، وده نفس اللون بتاعها مثلا، وده نخليه مثلا اللي هو اللون التاني اللي هو وليكن مثلا درجة أقرب إلى الأزرق مثلا، وليكن الجري مثلا، أو ممكن البرتقالي أو الأحمر مثلا، أو نعمل نفس الكلام اهوت. يعني دي ممكن نخليها مثلا اللي هي دي مثلا اهيت، ماشي. أما 1 2 3 المفروض دي 1 2 ماشي، يبقى في نسبة دي مثلا قبلديت، ودي مثلا قبلدية، يعني دي مثلا تبقى اللي هي التقيلة مثلا، ودي نخليها تاخد نفس اللون ده مثلا، وليكن مثلا اللون الأحمر أو اللون البرتقالي مثلا أو الأحمر ده مثلا، مش هيبقى كويس. ممكن نخليه البرتقالي أو الذهبي ده. طيب أنا بقى في عندي فونتات، باجي أتك على الفونت اهوت، بختار كلمة طيب وأكتب كلمة إيه، مؤسسة بالعربي طبعا او بالانجليزي حسب مطلوب في الشعار ايه. مثلا آلة نطلق، وباخد من العميل الاسم بتاعي، بكبر الفونت وليكن مثلا 60، ده بصفة مؤقتة بس، او 72 مثلا. وانا عندي خطوطي بكون اول حاجة مدخلها في الفونتس بتاعة الويندوز الاول، بعد كده افتح البرنامج وليس العكس. ممكن اقعد اختار انا من الفونتات مثلا اللي عندي مثلا على الجهاز اهيت، كلها اشكال فونت، اقعد اقلب لحد ما اختار فونت كويس والعميل وافق على فونت معين. ممكن اعمل لكل شعار فونت واشوف العميل ايه الفونت اللي هو عاجبه، او انا اختار فونت انا كويس العميل هو يشوفه. العميل دايما من احد الفونتات الجميلة جدا اللي هو الفونت بتاع دبي اللي احنا مستخدمينه في التصميم اهو. طبعا رافع على الانترنت تصميمات باجي هنا، يبقى انا كده في اللون بتاع او في الالوان بتاعت استخدمت بس اللون الازرق بتدريجات واللون الايه البرتقالي. فكانت الفكره بتاعتنا ان احنا عايزين نحط السعوديه كلون ثالث اللي هو اللون الاخضر بتدريجاته، فاصبح التصميم طبعا مش هينفع طبعا اضيف هنا الاسود خالص. فقمت جاي هنا في الشيب ماشي، وقمت عامل إضافة كده ماشي، وقمت مخليها إيه نفس اللون البرتقالي. طبعا بنخليها هنا في الخلف عن طريق الرينج وعملها باك، والأسس طبعا لون إيه أبيض طبعا عشان تاخد شفافية. وقمت عامل اللي هي الكلمة بتاعت مؤسسة كده مثلا، طبعا بنصغر دي بالجنب اهيت عشان تبقى يعني، بخليها دايما محاذاة في النص في السنتر اهوت عشان تبقى في نص البتاع على طول، وبرفع دي فوق بحيث تبقى ايه طالعة واخدة مساحة لحد اضطراب الألوان التانية ماشي. يفضل من البداية طبعا بعمل الحياز طبعا ده كله جروب واحد ولا في الوقت عشان اخلي ده كله في السنتر مع بعض ماشي. والملاحظ شوية إن الشعار عاوز يكبر سنة صغيرة بس كده في ملء الشاشة شوية عشان يبقى عندي رؤية كويسة للشعار.
واسحب شيفت عشان اعمل نسبة وتناسب، احرك عند الهاند اهوت. طبعا اصبح الشعار دلوقتي فيه اختلاف شوية في درجة الالوان اللي هي زي الدرجة. طبعا انا عندي كلمة كشف صوت المياه انا كتبتها وخليتها باص عشان لما اجي افصل الالوان فيها. طبعا ماشي، واجي اصغر شوية اهوت عشان اخلي الكلمة تدخل مع الشعار، واكبر الكلمة سنة الشيفت، انزل سنة اهوت، وارجع اكبر بزد زوم، احرك بالهاند. فانا ملاحظ ان الشعار اللون ده محتاج باغمق شوية كهدرجة. بختار الليير اهوت واخلي مثلا دي مثلا غامقة شوية مثلا، او دي مثلا يعني يبقى احسن شوية اللون، ممكن اللي فات احسن شوية لو البرتقالي يبقى اقوى شوية مثلا، لكن ده مش هينفع طبعا، ده مش هينفع، ده مش هينفع يعني، عشان بس الالوان. لو احنا خدنا الاخضر مثلا ده يفضل عشان يبقى عندي اتنين لون بس في التصميم، فده كويس وده كويس، فممكن اختار اللون الاخضر بتاع ده، او اجيب الدروبر واختار نفس الدرجة دي بالظبط. طبعا اعمل اندروب خالص اهوت بحيث اخلي ده ياخد نفس هذه الدرجة، واقوم عامل بمنظر ده كده، واخلي ده طبعا ده وده وده ياخد نفس الدرجة طبعا هذه الدرجة برضو. فده اصبح عندي اتنين لون في الشعار، وطبعا بخليه 60% اهوت، وده 30%، فأصبح الشعار بالمنظر ده اللي هي مؤسسة ألمتلك. تحس إن شوية الألوان يعني مش مظبوطة شوية، فهو كان يفضل ده دايما يبقى البرتقالي، يعني لو خلناها برتقالي وخلاص كانت أحسن شوية. اللي هو اللون ده برتقالي اهوت، وابدأ اغير دي انجروب اهو عشان افكها خالص، ودي اخليها برتقالي برضو، ودي برتقالي، ودي ايه عشان بعبر عن العزل الحراري بتاع الشركة او الخدمات اللي بتقدمها الشركة في العزل الحراري، وادخل دي كده بالماوس واطلعها مثلا على الجنب بحيث تاكل من الابيض مثلا المنظر ده مثلا، واخليها دايما في السنتر البتاع، اطلعها سن فوق. وابدا انا كده خلصت الشعار بتاعي. دي بروفة يعني، دي بنسميها بروفة او فكرة. ممكن اعمل عدة افكار، وممكن نفس الوقت اقدم للعميل اكتر من ايه، من فكرة. هو دايما يفضل في الشعارات استخدام لون حار مع لون بارد زي الازرق مثلا بدرجاته، والبينك والاخضر دي بنسميها الوان بارده. الالوان البارده تاني اللي اللون الازرق، اللون بينك بدرجاته، اللون اللي هو الاخضر، اما اللون الحار اللي هو الاحمر والاصفر والبرتقالي. انا بطبق الالوان يعني زي الاسود مثلا والجراي والسيلفر، دي كلها ايه الوان. طبعا بسيف طبعا هي بعد ما انا خدتها عملت لها بيفل او افكت. يبقى كده طبقنا كل حاجات الفوتو في الالستريتور كتأثيرات باستخدام الاوتوت اللي عندي، وقمت عامل سيف. قال طبعا قال الفونت ده ما ينفعش تحفظ. الحل ايه بقى؟ بختاره كده، وقلنا ايه اوبجكت وايه حاجه اسمها اوت تايب وكرييت اوت لاين. بحاول اوت لاين اقول له سيف اهوت، واعمل سيف از عشان اقدر احطه على النت او اوريه للعميل بي دي اف اهوت. اعمله ريبليس على الملف القديم، واختار 8 مش عشان سريع جدا الويب. لو جينا رحنا للمكان بتاعنا او الفايل بتاعنا اللي احنا عاوزين نحفظه العميل، بقى عندي اهو بفتحه العميل بيشوفه. فطبعا انا ببدا اشوف الالوان، بلاقي الوان عالية الدقة واكثر طرفية. طبعا ده تصميم شعار او لوجو شركة، سواء كان شركة او موقع، يبقى سهل جدا. كل ما في الموضوع حاول دايما تقدم افكار مبتكرة، يبقى عندك مكتبة من الشعارات اللي انت بتحب اللي موجودة على الانترنت،
ممكن من خلالها تستنبط أفكار، لأن العلم دلوقتي أو التطور إنك تبدأ من حيث انتهى عند الآخرين. عندك مكتبة الوجهات بتاعت الإنترنت كله، بتشوف الناس عملت إيه وتبدأ تطور على اللوج بتاعهم عشان تطلع أفكار مبتكرة. فلازم تعرف الناس عملت إيه، ودايما تعمل أناليسيس لكل الشعارات المنافسة بتاعتك. ومن أحد أعمالي برضو في التصميم اللي أنا اشتغلت فيها في الفترة أو قريب يعني، كان شعار شركة استيراد وتصدير بتاعت خضروات وفاكهة اللي هي اسمها الماهر جروب. ده كانت فكرة جميلة جدا. إن شاء الله الدرس القادم هو تصميم المطبوعات الورقية الكارت الشخصي والمواصلات. وزي ما قلت لك دايما تعمل بحث على الشعار، يعني دي مثلا من احدى شعارات على النت مثلا انا مكتب كده ومنتشر على النت، دي مثلا من احدى برضو شعارات المنتشرة على النت كتير. لما انت تملى كلمة شعارات، لو انت كتبت كلمة مثلا شعار بس عملت بحث، دي من احدى برضو التصميمات عندي منتشر او على النت، اللي هو التصميم بتاعي اللي هو ده مثلا مؤسسة عنبر ونهوض وصورة أخرى. فدي كلها أفكار أنا عملتها والناس عجبت ناس كتير قوي، فمنتشر على النت بصورة قوية مع الأفكار التانية. وزي ما قلت لك ده من أفضل الشعارات اللي الناس حبتها عندي، اللي هو شركة استيراد وتصدير اللي هي اسمها ATE. كان لون اتنين لون بس، فده بيعتمد على الفكر في الديزاين والفكرة بتاعت الشعار بتاعت بالظبط. ودايما حاول دايما تكون مبتكر ومبتكر في شعاراتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.